أهلا وسهلا بيكم. أهلا يا سيدة. وفرحان أن أنا أشوف الفائزين والمتميزين في مسابقة مجلة مدارس الأحد للنشأ. أنتم من بلاد كتيرة، وأهلا بيكم هنا في المقر البابوي، وأنا سعيد بنشاطكم وتميزكم، وكنت قعدت ومجموعة زيكم سابقة عليكم، وعارف انكم ضروري شطار، وجاوبتوا حلو في المسابقه دهيت بكل حلقاتها. والنهارده فرصه جميله ان احنا نقعد ويا بعض شويه. هتسالوني اسئله، بس مش عارف اسئله صعبه ولا سهله. صعبه يا سيد. المره دي صعبه؟ صعبه جدا. واللي فاتت كانت ايه؟ صعبه شويه. صعبه شويه، دي صعبه جدا. فبشويش كده عليا يعني في الاسئله اللي تختاروها. وأهلا بيكم. أهلا بيك يا سيدة. أحباؤنا المشاهدون في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البابا وأسئلة الشعب. فيها يتواصل قداسة البابا تواضرس الثاني مع شعبه ويجيب على أسئلتهم لبناء الوعي. نذكر حضراتكم أننا ما زلنا نستقبل أسئلتكم على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أو على الموقع الرسمي للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية كما ترون على الشاشة. نشكر الله من كل قلوبنا لاختيار قداسة البابا لينا، لأن باختيار قداسته الطفولة خدت مكانتها ومكانها في الكنيسة القبطية. وبنشكر سيدنا جداً إن ادانا الفرصة اللقاء دي معاه رغم المشغوليات الكتيرة، وإحنا فرحانين جداً إن بنكون في ضيافة قداسته. وعايز أقول لكم إن النهاردة يوم سعيد، علشان ده يوم رسامة قداسة البابا أسقفاً في إبرشية البحيرة مع نيافة الأنبا بقميص. كل سنة وقداستك طيب. وأنتم طيبين. وإحنا فرحانين بوجود الفايزين في المسابقة الكبرى لسنة 2014 لمجلة مدارس الأحد للنشأ الكنيسة. أنا هدي فكرة بسيطة وسريعة عن فكرة هذا اللقاء. إحنا كنا مع سيدنا في لقاء في العيد الأول لجلوسه، وطلبنا منه يكون ليه لقاء مع الأطفال زي اللقاء اللي بيعمله سيدنا مع الشعب يوم الإيه؟ الأربع. فسيدنا فهمنا إن علشان انتوا تستفيدوا بهذا اللقاء ما تزيدش المجموعة اللي يجتمع بها سيدنا عن 50 فرد. فإحنا فكرنا في عمل مسابقة كبيرة اللي هي اللي انتوا دخلتوا فيها، وجاتنا الإجابات طبعاً من أبرشيات كتيرة ومن أقصى الصعيد، وقلنا إن 50 الأوائل هم اللي يفوزوا بمقابلة سيدنا. وإحنا بتعتبر بالنسبة لنا دي أول تجربة للمسابقة نعملها، وأعتقد إن سيدنا بيشجعنا أكتر وأكتر إن إحنا نعمل كل سنة، بل في ناس بيطلبونا نعمل أكتر من مرة في السنة، بس إحنا منتهز فرصة الأجازة الصيفية علشان يدرسوا ويعملوا، لأن إحنا مسابقتنا فيها دراسة، وعشان تيجوا من بلادكم وتسيبوا بلادكم في الأجازة. إحنا دلوقتي مع بعض خلاص، وزي ما قلنا ان انتوا جايين وانتوا متشوقين جدا جدا ان تشوفوا سيدنا وجه لوجه وتسمعوا فم الاذن على الطبيعه كده اهو، لا هو تلفزيون ولا اي حاجه. وانتوا جايين طبعا وعايزين تسالوا اسئله كتيره كتيره كتيره، فزي ما سيدنا بيقول ايه على مهلكم، احنا منظمين مع نفسينا مع بعضينا ان كل واحد له ايه سؤال واحد عشان ندي فرصه للباقيين، علشان البرنامج له مدة محددة. خلاص؟ مين يبتدي بالسؤال؟ يلا حبيبي. مين عيد يسلاتب؟ كان اسم عيد يزجيريا وبرشير جيريا. لماذا يسمح الله بعمل الشر؟ هي كل حاجة بتتم على الأرض بتتم بسماح من الله. كل شيء بيتم بسماح من الله. الله يقود العالم من خلال قوانين نظام، يعني مثلا الشمس في حاجة اسمها المجموعة الشمسية، في الكواكب تدور حواليها، الشمس نجم، في نجوم تانية في السماء،
في نجوم قريبة ونجوم بعيدة، في نظام، نظام للكون، في نظام في الحياة على الأرض، نظام مثلا فصل الصيف، فصل الخريف، يجي وراه الشتاء، وراه الربيع، في نظام، في نظام أحط البذرة تاخد وقت لغاية ما تطلع لي الثمرة وهكذا. الله يقود العالم من خلال نظام. عدو الخير أو الشيطان أو الشر اللي في العالم أو أي حاجة وحشة مش بتتم على الأرض غير بسماح الله، لأن الله صاحب بنسميه القادر على كل شيء، صاحب القدرة الأولى أو العظمى. فلما بيحصل شر بأي شكل من الأشكال، الشر ده بيعمله شخص، والشخص ده بيسلم فكره للأفكار الوحشة، فبتكون نتيجة أنه يصنع شر. الله لما خلق الإنسان عطاله حرية، قال له بس الحرية دي في آخرها في امتحان، وحرية الإنسان يفضل الإنسان يعمل اللي هو عايزه، لكن الامتحان يبان بقى هو كان كويس ولا وحش. زي الطالب اللي بيدرس في المدرسة عنده السنة الدراسية مثلا 7-8-9 شهور بيذاكر، طب إيه اللي يكشف أنه ذاكر كويس؟ نعمل امتحان، نعم امتحان وخد 9 من 10، يبقى الطالب ده كان بيذاكر حلو. طب خد 1 من 10، يبقى كان بيلعب طول السنة. حاجة بالظبط كده. فالشر اللي بيحصل على العالم، في العالم بصفة عامة، بيحصل من خلال أفكار عدو الخير اللي بيحطها في أذهان بعض الناس، والناس تعمل الشر وتسيء استخدام الحرية بتاعت الإنسان اللي الله أعطاها. والله يفضل شايف. في مثل حلو في الإنجيل اللي هو مثل الحنطة والزوان. الحنطة نبات بناكله، الزوان نبات سام، لكن شكلهم قريب من بعض، فهما بيكبروا كده في الأرض. لو جينا ننقي الزوان عشان زوان نبات الوحش، ممكن نشيل وياه الحنطة أو القمح. فيقول لنا الكتاب دعهما ينميان معا، دي في إنجيل متى إصحاح 13، دعهما ينميان معا. ولما يكبر النبات نعرف بقى نميز دي حنطة وده زوان. فالشر برضو كده، هو الشر موجود، الله بيديله فرصة اللي بيعمل الشر يمكن يتوب، وأحيانا الإنسان لغاية آخر حياته ما يتوبش. فضل بنتك ماريا جوزيف من كنيسة العذراء عزبة النخل. كنت عايزة أعرف ليه الناس زمان كانوا مقبلين على الاستشهاد عن رغم أن كان إيمانهم يدخلهم ملكوت السماوات. كان إيمانهم؟ يعني هم كانوا مؤمنين بسيد المسيح إيمان جامد جدا، ليه كانوا حابين أن هم يروحوا يستشهدوا عن رغم لو كانوا توفوا عادي كان برضو هيبقوا في مكان كويس؟ محدش كان بيروح الاستشهاد بنفسه، هو الاستشهاد كان بيفرض عليه، بس كان في بعض الناس بتبقى هي اللي حابة تروح تستشهد لما بيسمعوا ان في ملك بيقتل المسيحيين، كانوا بيبقوا حابين يروحوا ان هم يستشهدوا. دي يعني ممكن نسميها الاكسبشنز اللي هي الاستثناءات، لكن في الاصل ان كان المضطهد يثير الاضطهاد ويمسك المسيحيين بحسب ايمانهم وموتهم بكل الاصناف بقى. بس عايز اقول لك ان الاستشهاد في حد ذاته ملوش معنى، لكن استشهاد حبا في المسيح هو اللي يبقى له المعنى الكبير، ده المعنى الاصل. فانا بحبك يا رب، في واحد بيحب ربنا يقول له انا بحبك يا رب في جيبي جنيه هحطه لك، دي شكل من اشكال الحب. واحد تاني بيقول انا بحبك يا رب انا هدي لك كل يوم ساعه اصلي فيها واقرا الانجيل. واحد تالت يقول أنا بحبك يا رب أنا هخلي نص اليوم بتاعك أنت أخدمك فيه. في واحد يقول أنا بحبك يا رب خالص أنا هدي لك كل الأيام، ونسمي فلان ده تكرس مثلا بقى كاهن أو بقت مكرسة أو راهبة أو راهب. وفي واحد بيقول له أنا بحبك يا رب خالص 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 حتى حياتي ممكن أقدمها لك تكون في الاستشهاد. فالاستشهاد تعبير حب لشخص المسيح. بس ما بيبقاش في فرق بين عند ربنا بين اللي استشهد وبين اللي كان بيصلي ساعة، كلهم بيبقوا قدام ربنا واحد.
احنا في الكنيسة بنعتبر الشهداء هم في الاول خالص، يعني نتكلم عن العذراء والقديسين الملائكة او الرسل، بعد كده نتكلم عن الشهداء. ايوه تفضلوا. انا اسمي جابر صفوت موريس من كنيسة الملك ميخائيل برشيه ملاوي. سؤال لقداستك، متى بدا الرب يسوع خدمته وما سبب تاخير خدمته؟ السيد المسيح بحسب الولاده اتولد في اليهوديه، فهو يهودي، واليهود في التاريخ بتاعهم ما يسمعوش لحد الا ما يكون عمره 30 سنه. 30 سنه دي معناها تمام الرجوله، قبل كده يبقى لسه صغير، فلو كان اتكلم قبل كده محدش كان يسمعه. فالمسيح انتظر لسن 30، وبعد كده معمودية لما اتعمد على ايد يوحنا المعمدان، وبعد كده ابتدى الخدمة العلنية او الكرازية او الجهرية. المسيح لما اتولد لغاية سن 12 سنة نعرف بعض التفاصيل عن حياة السيد المسيح، من أشهرها لما دخل الهيكل وابتدى يتكلم ويا المعلمين في الهيكل. من سن 12 لسن 30 سنة اللي هم 18 سنة دول كان المسيح في النجارة، عمل النجارة ويا يوسف النجار، إلى أن اكتمل سن 30 ابتدى يخدم الخدمة. فكلمة تأخير الخدمة ما هيش كلمة دقيقة، يعني زي ما أنت بتقولها في سؤالك. تفضلي. مستينا عبد المسيح مهني من كنيسة الملك جرجس برشية جرجة. علي صوتك، علي أين صوتك. أين تقع كل من جنة عدن والبحيرة المتقعدة بالنار والكبريت؟ البحيرة المتقدة بالنار والكبريت؟ أنا مش عارف صدقيني. عم تسألني سؤال صعب خالص. أنا من شهر كده كنت بزور أرمينيا. أرمينيا دهيت على بعد ساعتين ونص بالطيارة من هنا، وإحنا هناك قالوا لنا بصوا كده شايفين الجبل العالي ده؟ لهم إيه ده؟ قالوا ده جبل أرارات. جبل أرارات ده اللي وقفت عليه سفينة نوح أو فلك نوح زي ما بنقول. فين جنة عدن؟ ما نعرفش. البعض بيقول إنها في المنطقة دي، بعض في حتة تانية، لكن تحديد مكان معرفش. والبحيرة المتقدة بالنار بالمثل، فهنعرف بعد كده لما نسيب الأرض هنعرف مكان الحاجات دي. كارن سامح صلاح، كنيسة الملاك برشاية كيرك. كان عندي سؤال لقداستك، هو أنا في سني ده المفروض أصلي من الإجبية؟ لو أصلي من الإجبية أصلي كم صلاة؟ وإزاي أصلي من قلبي؟ أنت عندك كم سنة؟ داخله على سنة خمسة. خمسة ابتدائي، يعني عندك 10 سنين، مش كده؟ حلو خالص. هو احنا بنتعود من اول السنوات الاولى دهيت لما نخش المدرسه نصلي صلوات صغيره من الاجبيه، زي ابانا الذي فلنشكر، ارحمني يا الله، مزمور الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. وكل ما نكبر شويه ناخد قطعه زياده. فانت في سنك ده ممكن تصلي صلاة أجبية الصبح اللي هي بتاعت باكر، ويكون فيها تاخدي مزمور واحد، مزمور واحد تصليه مع الإنجيل والقطع، وبالليل في النوم تعملي نفس الحكاية. بعد ما تكبري شوية ممكن تخلي المزمور يبقوا 3 مزامير، وبعد كده ما تكبري شوية شوية صغيرين يعني ممكن تحطي صلاة الغروب ويا النوم كده، وتبقي ماشية حلو خالص. اسمح لينا يا سيدنا نطلع فاصل. تفضل. أحبائنا المشاهدين نستسمحكم نطلع فاصل قصير.